تصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء قائمة قادة العرب الرجال الأكثر متابعة على موقع تويتر، إذ يتابعه 9 ملايين شخص، يليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ب6 ملايين، فيما تتصدر اللائحة امرأة أيضا هي ملكة الأردن رانيا التي يتابع حسابها أكثر من 10 ملايين شخص.